رنا بتعرفي شو؟ اسمعي. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم الرومانسي اللبناني الرائع لسن او اسمعي، قصة حب للمخرج الكبير فيليب عرقتنجي عن شاب عم بيحاول يرجع حبيبته للحياة من خلال اصوات بتحبهم، مع مجموعة كبيرة من ممثلين هادي بو عياش، يارا بو نصار وربا زعرور، ومشاركة الممثلين القديرين جوزيف بو نصار ورفيق علي احمد، واطلالة خاصة للاعلامية لما لوند. صديقي مش صاحبي بس عم نشتغل على الموضوع. اسمعي اسمعي مادموزيل داليدا. وفيلم البيوغرافي الفرنسي داليدا عن حياة الديفا داليدا من طفولتها إلى علاقاتها العاطفية والأحداث المؤلمة اللي بتقطع فيهم، ومزجن مع أغنية رائعة مع سفيفا ألفيتي وجان بول غوف، والإخراج لليسا أزويلوس. Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair? وفيلم الأكشن جون ويك تشابتر 2، بعد عودته إلى عالم الجريمة لتسديد دين قديم بيكتشف أنه في جائزة موضوعة على حياته مع كيانو ريفز وريكاردو سكارماتشيو. You want a war? John Wick. طلبت منكم تحضروا ورقة وقلم لأنه بمحطتنا التالية مع لما في علامات بدها تنحط على اللوك حتى نشوف شو رح بيصير. صباح الخير. صباح النور. هن بيعملوا ايفنتس وبيروحوا وبيجوا بيلبسوا، ونحن شو بنعمل؟ بنبرس. عم حط علامات يعني تنشوف هلا شو عم بيصير. عندنا الجراميز، الجراميز عادة الجراميز اوورد للموسيقى بيجوا دائما انه الفنانين بتحسيهم فيهم صرعة أكثر أكثر من الأوسكارز. بقى أنا في كم أوقات بتزبط أوقات ما بتزبط، في ناس شفتهم وفي ناس ما شفتهم ورح شوفهم أنا وأنتو هلا. بدنا قد ما فينا نعجل لأنه في كتير صور. منبلش بأدال. أدال لو تسمعنا أدال دخيلكم بس كمان وصلوني لإلها. غير أنه أنت أخذتي موقف شريف جدا ورفضتي تاخدي الأورد وبدك تعطيها لبيونسي لأنه معك حق مليون بالمية. بخصوص تيابك، فستانك شو في كمان عن جديد بذكر انه انا ما عم بتهجم لانه عندها اوفر ويت، كلنا كان عندنا اوفر ويت او عندنا اوفر ويت، بالعكس كل واحد شكله حلو مثل ما هو، بس البسي شيء مش ضروري ضخمه ثلاث مرات زياده، طالعه مثل الخزانه، انه خزانه خضراء واخضر لحتى ما تقفيها لأدال يعني. لا يعني ولا مره تحسنت، انا فكرتها مع الوقت. ليه؟ ما عم تسأل وهن بيكونوا مقتنعين باللي عم يعملوه، هاي مصيبه اكبر. أدال صفر ماينس كمان. جينيفر لوبيز خلوني كحل عيوني شوي. اوكي، جينيفر لوبيز يمكن بتاريخ من وقت انا بلشت لهلا في مرتين كانت لابسه اشياء مش لصالحها. انا شو بدي اقول لها؟ رالف اندروسو لابسه طواش كلها على بعضها. بتعرف بالضبط شو بتعرفوا بتعرفي اكزاكتلي شو تظهر بجسمها، مع العلم انه جينيفر لوبيز منا طويله، يعني ما تفكروا كل شيء، أدال طولها طويله بس هيك مربعه كاري ريكتانجل ما بعرف. كيتي بيري لبسه توم فورد، هيدي القطعه صار في عليها حكي كثير، هي القطعه كثير حلوه، شوفي من التوب من فوق، اكيد بدها طول صرعة. بنرجع بقول لك انه للميوزك اووردز وي كان افورد انه فينا نلبس هيك قصص. انا كثير حبيت القطعه لانه سن كثير دارج خلطه القماشات، دارج الكشكش ودارج هالقصص، وانا كثير بلاقيها بموقعها. هلا فينا نحب فينا ما نحب، بس اللي بقلا بين لها جسمها، لاحظي بتضلك تشوفي انه في عندها خصر، صحيح في عندنا تحت دبت شيز جود، انا كثير حبيتها. ريهانا بتعرفي قديش انت ضعيفه، يعني شيز فيري ثين، فلابسه قطعه
عملتها بلا فورم بلا شيء. بلاحظي هي صدرة مش كبير، مبين صدرة كتير كبير، لبسة قطعة انه بس شوفوني ارماني بريفي، انه مش حيلا انه اذا لبسنا ديزاينر مش دائما مش دائما بيعني انه انا لبسي شيء، انه ريهانا فيها تلبس شيء اجمل من هيك، يعني شيء يظهر لها جميل عادة جميل. تلبس ايه؟ احلى حتى لو صار اكثر من هيك. بالعكس هون هي اللبسه شيء اون ذا سيف سايد نوعا ما. أوكي. ومش حلو ريهانا على ميزو على ميزو توت سويت صارت هي على ميزو راحت من زمان. ديمي لوفاتو لبسه قطعه، شعراتك لو بس بتزيحي شعراتك لاقدر شوف القطعه. عرفتي يعني كله مع سوا، القطعه حلوه اتس فيري داري اوكي، فيها فتحات طاقات بس القطعه حلوه والقطعه القطعه حلوه بس شعراتها مثلا انه ما فهمت مش عندنا قماش وعندنا قبه وشعرات لقدام، انه اذا بدك تخطي شوي صدرك ما تلبسي خالص القطعه، يعني خليني احس انه انت مقتنعه باللي لبستي، ما كلها اتيتيود القصه، وقفتك وشو بدك، الفستان حلو، الفستان بنحف لانه هو في عنده قصات بتعطيكي اليوزيون دو بتيك، بتحسي انه هي اضعف من ما هي، بس انا اي لاف ذا دريس كثير حلوه. بس مش شايفينها مش شايفينها يعني حزرتها اكثر. كريستي تايجن قطعه معموله لنبين ضعاف، وانا دائما بحب حمس الصبايا والسيدات، مش ضروري تلبسوا قطعه انه واو لانها حلوه، البسوا قطعه بتضعفكم، في كاميرايات في عرفتي بتعطي شكل بتقطع الجسم. كثير حبيت القطعه اتس بيوتيفول، وبعدين بين لها شفتي بتحسي الاكتفات الخصر، هي جسمها حلو بس كمان ظهرته مش شوهته مثل ريهانا. ننتقل لسيلين ديون، الله يستر الله يستر سيلين، لانه مش دائما سيلين مش دائما نص نص يعني انه بس سيلين ديون ليتلي عم تلبس كله لانه دارج، عرفتي هول البلانج الفي لانه هي ما عندها صدر كبير اتز نايس، بس هيدا اللون دير سيلين از نوت يورز، هيدا مش لونها، هيدا لون كتير قوي اتس بولد كلر، وهي الوانها بدها اخضر شوي افتح منها. هلا القصه حلوه، الفستان حلو، هي ما تنسي طويله ومنا ناصحه، الصوره مش لصالحها، ما بعرف انا هو اللي بيصوروا على الريد كاربت كلهم بياخذون يعني بيكبسون كبس، لازم ياخذون بغير طريقه لنشوف فعلا على السريع لانه بيكونوا ايه والبلان تبع الكاميرا بس اللون اكيد لا ولا لحدا لا هيدا اللون بدها تكون مين بيلبق له الاميرالد كول، بده يكون شعرها تكون سود، بدكم تكونوا مثل قال ولا لحدا This is your color. لا انا ما بحبه هيدا اللون ابدا. فيكي ما تحبيه بس هيدا لونك، عرفتي؟ يعني الوينتر باليت اللي هن الوانهم الوان الوينتر باليت، هيدا اللون لالون. سيلين ديون ابدا شيز اوتوم، يعني بدها هي الالوان اللي بتكون ترابيه، هيدا اللون مش لإلها. انت ما بتحبيه؟ هيدا اللون لا. يا بجنن عليك. انا والاخضر مش بدك تجربي. نيك جوناس هلا اوكي شباب لابسين بتحسي انه مش تاكسيدو، رجعنا ايمي جرامي اوورد كثير ظابط اتس فاين، بالقليل مش لابس الجينز مخزق، بعد في نوعا ما احترام للريد كاربت. هايدي كلام هايدي اللي عندها اوريدي اربع اولاد فظيعه بعدها محافظه على حالها، ريد كاربت للجراميز فينا نلبس فساتين قصيره، فينا نلبس شورت فينا نلبس بنطلون، بس مش على الاوسكارز. هلا الفستان اللي لبسته كثير فانكي كثير حلو، ما في لك ولا كلمه، شو ما لبست عليك لو حطيني لك كيس رح تطلعي بتجنن. كاري اندروود لابسه الي ماضي، هلا ما تاخذني الي 100 فكره في بالفستان، الفتحه على الصدر، الكم يلي ملقوط من هون، الفتحه بين الاجرين، شو في؟ صار في 100 فكره بالقطعه، وقتها بتكتر الفكره يعني بتصير افكار بدكم تركزوا ركزوا شباب، هيدي القطعه فعلا انا اتس فلوب
انا بالنسبه لي هيدي قطعه ابدا، بس الضابط فيها انه اللون ماشي معه. دمعش نو جوي فيلا جوي جوي طالعة تغني كتير بتحسيها قطعة للمناسبة انه جنون، عرفتي؟ هون كلهم مرقنهم انا بمشيهم، بس حلو لا بنصحتها اتس فاين، اوكي جنون القطعة وراكبه على الموقع. هلا اكيد ما في تصورك غادة انت لابسه شيء حتى لو بتغني حتى لو كان لانه القطعه بدها تلبق كمان لشخصيته للواحد للكاركتر تبع هي بشوفها بهيك قطعه يعني جنون. اوكي ننتقل لجيرل كراش. جيرل كراش طيب هيدي شو هيدي شو هيدي مطرح ما بتاخذي الاولاد بيلعبوا بالطابات يعني عرفتيهم بالمولز بتزتيهم وبيلعبوا بالطابات انه جيرل كراش كراش برات ماي فيس القطعه كثير صرعه تحسي مين عامل القطعه او ما عرفنا كاستم اتس كاستم ميد اكيد نعملها لإلها يعني هي لزقوها لبسوها وبلشوا يلزقوها الطابات نو واقفه هلا الى يومين واقفه عم ما في هلا ليدي جاجا مثلا ليدي جاجا بدي اشوف طيب انا هيدي الانسانه بموت فيها اول شيء شي اسيومز مين هي انا ليدي جاجا وعودتنا تلبس اشياء من وقت ما طلعت من وقت ما طلعت لحظه حتى لو بتلبس شيء برات الطريق او برات العقل بتحسي انه انعمل لها بيشبهها وكله بتشتغله كيف بدي لك في اليجانس بالقصه في كلهم اكبر ديزاينرز بيعملوا لها اياهم ليدي جاجا ذس از ليدي جاجا ما في الا ما بدها تخلي الناس تحكي عليها مش عليها تحكي عن اللي لبسته اند She's always number one. هلا في ناس ما بيحبوها يصطفلوا. كريس جانر لبسة زهير مراد. طيب انه باردون رايحة تتعشي انه رايحة على عشاء ابدا مش لابس اكثر شوي ابدا ابدا لا الفستان لا سكربينة يعني لا لموقع بعتذر منك بدي عجل لحتى اجرب شوف شو باخذ. كات جراهام جان بول جوتي عادة مجنون جان بول جوتي وفي جنون هون بس انه بس هون كمان برجع بقول لكم هيك هيك قطعه ما بلبس شوز يلقط لي اجري من تحت خلي الفستان ما هو الفستان جاي مثل الموجه بستيلو سكربيني خنقتي للفستان مش خنقتي اجري البسوا بامبس البسوا اشياء مفتوحه كليا فيث هيل كمان سوري هيدي اخر صوره بخصوص الفتحه يلي على النص وفتحه عم بينقلوا عن بعضهم انا اكيد بينقلوا عن بعض بس بعضهم. شو الفرق بينه وبين الفستان الثاني انه الكم ما في فكره عرفتي انه شلنا فكره بالناقص صار في عندنا فكرتين بس مش واو ومش واو لا مش واو ابدا وكمان الشوز كلهم عم بينقلوا عن بعض بيخنق على الاجر ما وقتها يكون ترند بصير ما حدا بيقعد يفكر طيب واذا ما بينبق لنا الترند اوكي هيدا كل شيء لليوم هذا بلشنا بس ايه. مش انه كله منيح مرق معنا شوي مرق كثير علامات عاليه علامات واطيه ميرسي لك ميرسي لك رح ناخذ مشاهدينا بريك خليكم معنا بنرجع اكيد رح نتابع فقراتنا اليوم بعالم الصباح